2 يناير ويونيو ثورتان على طريق واحد. ثورة يناير كانت لها أهداف نبيلة، جم ناس ربكوا هذه الأهداف وانحرفوا بهذا الخط، جاء الشعب صحح مرة أخرى في ثورة 30 يونيو المجيدة المسار، وبقى الثورتين هدفهم واحد، لا القتل ولا الإرهاب ولا التطرف ولا إلغاء الوطنية والإساءة إليها ولا العودة إلى عصور انتهت، ولا 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 خرج الشعب من أجل مستقبل عظيم اللي هو كان أصلا أهدافه في ثورة يناير. ثورة يناير لو بتعبير توفيق الحكيم كانت بمثابة عودة الروح، ثورة يونيو بنفس تعبير توفيق الحكيم كانت عودة الوعي. عودة الروح زائد عودة الوعي يساوي الجمهورية الثالثة التي بدأت في ثورة 30 من يونيو المجيدة.